أميغوس. مرحبا أصدقائي وأهلا بكم في قناة ميرا. مين عم يحكي بالعربية الفصحى؟ أكيد تخيلتوا قلتوا إحنا فاتين على القناة الغلط. So hello guys, أنا ميرا. اليوم رح أعطيكم فيديو جديد. فيديو اليوم رح أحكي لكم وشارككم فيه عن عادة غيرت حياتي كليا كطالبة. بداية التغيير دائما نبلش بأشياء كثير كثير بسيطة وتفرق معنا على المدى البعيد. فإذا أنت عزيزي أو أنت حبيبتي بدك تغير، أهلا فيك، أنت فايت على القناة الصح. بس قبل ما نبلش في موضوعين ضروري جدا نحكي فيهم. الموضوع الأول إنه نبلش خطة جهنمية أنا وإنتو زي بينكي وبرين، بس بدنا اياها تنجح. اي فيديو حبيتوه وعجبكم تروحوا تشاركوه في الجروبات الكبيره على الواتساب او الفيسبوك، واحنا بدنا متابعين وفيين للقناه، مو بس انه نكبر القناه وحدا يشترك في القناه، لا، بدنا عن جد حدا يتعلق بهالمحتوى ويكون وفي لهالمحتوى. فلهيك اذا انتم حابين هاي القناه وحابين هاي القناه تتواصل ونشتغل عليها سوا كفريق هيك قوي، لانه بالنهايه هي منا قناتي، هي قناتكم انتم. فلهيك نداء الى فريق العظيم، كلياتنا سوا بدنا نشتغل انه نطور من هاي القناة. خذوا اي فيديو انتو حبيتوه واكتبوا تعليقي خلي العالم عن جد تفوت لهاي القناة. بدنا نصنع عالم وفية لهاي القناة، انه مو بس حدا اشترك وراح. حطوا هالايموجي هاد اذا كلكم مستعدين الى هذه المهمة الصعبة. اما شيء ثاني بدي اعرفكم على يوتيوبر كثير متميز بيقدم محتوى ما شاء الله، هو طالب طب سنة ثالثة في كرواتيا، كندي من اصل لبناني. بدي اياكم كلكم تروحوا تدعموه، راح احط لكم الفيديو تحت تبعه في الديسكريبشن بوكس. خليني اشوف قوة فريق ميرا، بدي عن جد تفجروا الفيديو تبعه. راح تلاقوني هناك عنده في التعليقات في قناته، ناطرتكم. ها نتخجلوني بليز، بعرف انكم كفو، بعرف انكم جيش رهيب، لانه احنا الجيش الفروجيتوس العظيم. اوكي باي، تنسوا انكم تشتركوا في القناه بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو، حط لهذا الفيديو بيج لايك، بدنا نوصل 5000 لايك لهالفيديو. وكمان اذا بعدكم متابعيني على الانستغرام تابعوني على الانستغرام، هناك اصور لكم حياتي اكثر وخليكم ابديت معي في كل شيء انا بسويه. وهلا يلا نبلش بالفيديو. عادة بدنا نكسبها انه الموبايل على الصباح. لا، انا تعودت في حياتي انه انا كتير بستعمل الموبايل، اول ما بصحى اول شيء بشوفه هو الموبايل. بسم الله ما شاء الله ولا تخرج قبل ان تقول سبحان الله، كأنه انا اشهر انسانة في كوكب الارض او كأنه انا مديرة اعمال حتى اشوف الموبايل. ما من يعرف شو سبب هالشي، فبضيع ما يقارب ساعة او اكتر وانا عم بتصفح في لا شيء. فلهيك لما نيجي ننام ما نحط الموبايل جنبنا، نخليه في ابعد مكان ممكن يكون عشان نبخل انه احنا نمسكه. العادة الثانية هي الاستيقاظ بكير. انا مع المبكرين، بركة دايما ما تكون في الصباح. هل عمركم مرة جربتوا انكم تصحوا بكير وتستنشقوا الهواء النقي، الهواء البارد، النسمة اللي بتجنن تبع الصباح؟ لو جربتوا هالشعور هذا صدقوني ما رح تتركوا ابدا الاستيقاظ بكير. بركة والرزق يبلش مع الصباح، واسعوا انكم دايما تكونوا من المبكرين، لانه كل ثانية بتروح من وقتنا ما عاد ترجع ابدا، فبدنا هي ثواني نعيشها في النوم بس. علمتني الحياة انه مو كل شيء دراسة، انه المهارات الثانية والتطلع على المجالات الثانية، واني مثلا اتعلم لغة او اتعلم مثلا طريقة المونتاج وكتير اشياء ثانية، هي رح تساعدني، هي رح تقوي السي في تبعي. لا تكتفوا ابدا دراستكم واسعوا دائما الى التطوير. لا يموت الانسان عند توقف نبض قلبه فقط، بل يموت ايضا عند توقفه عن التطوير. شو رأيكم بس في العربية الفصحى تبعي؟ النصيحة الرابعة دايما بحكي عنها هي طريقة البومودورو. طريقة البومودورو خلتني عن جد إنسانة كثير كثير فعالة. هي تقوم على دراسة 25 دقيقة وخمس دقائق راحة. فلأي حدا كسول هاي الطريقة المثالية لإلكم إنكم تبلشوا مذاكرة، تخليكم تنجزوا أكثر وتتعلقوا بالمذاكرة أكثر. ما فينا نحكي على إنسان ناجح بدون تخطيط. التخطيط هو سر النجاح أو مفتاح النجاح، انه نوصل لحقق هدف معين. حاولوا قبل ما تناموا انكم دايما تسووا مخطط لبكرة، وخلوه يقوم على ثلاثة اشياء مهمة. اول شي بلش بالسؤال، انا شو اولوياتي؟ انا مثلا كميرة عندي يوتيوب مع دراسة، اسوي المخطط تبعي وفقا لهدول الاثنين. وحاولوا انه في اليوم ما تفوتوا اكتر من 3-4 اهداف عشان ما تشتوا حالكم، ودايما التودو ليست لازم تكون واقعية وليست مبنية على الحماس. من الاشياء كمان البسيطة جدا لو نمعن فيها هي انه
نرتب السرير تبعنا. اول شيء لما ترتبوا السرير تبعكم مستحيل راح ترجعوا انكم تناموا. بدايه التغيير هي انك تبلش من سريرك، وانا بقول بدايه التغيير تبلش من اشياء بسيطه جدا تصنع فارق كبير مع الايام. عودتني الحياة انه ما بهتم برأي حدا فيني، عودتني الحياة انه اي حدا بيزعجني بقول له سلامات يا هوا، بطلعه بكل بساطة من حياتي، وبالعكس اتوجه للناس الايجابية، للناس اللي راح تطور مني، لناس راح تصنع مني ميرة افضل، لناس راح تحمسني وراح اتنافس معها انه انا احقق هدف معين. اقرأ، اقرأ هي أول كلمة ذكرت في القرآن، اقرأ باسم ربك الأعلى. القراءة لا تقتصر فقط على التعليم، لأننا كلنا نعرف أن التعليم هو يقوم على نظام نوعا ما حميري يقوم على الحفظ. القراءة اللي أنا بحكي عنها هي المطالعة، سواء المطالعة كانت عن طريق كتاب أو عن طريق ما بعرف جرائد، عن طريق مجلات، أي شيء ممكن يعطيك معلومة، هي المعلومة راح تفيدك في المستقبل، راح تخليك من شخص ذكي اجتماعيا، يعرف يحاور، يعرف يناقش، ولما تشوفك الناس تنبهر فيك وتنجذب لإلك. القراءة هاي هي البيزك اللي راح تخليك شخص متميز ومختلف عن غيرك، لأنه العالم كثير كثير بتنجذب للشخص الذكي، للشخص الطموح، للشخص اللي بيعرف يحكي ويعرف ينسق كلماته. جربوا إنكم تشتغلوا وإن كانت بارت تايم جوب. أنا بلشت أشتغل على عمر صغير بالرغم إنه أهلي كانوا رافضين جدا، بعدين خليتهم يقتنعوا بهالشي، لأنه الفكرة بالنسبة للأهل إنه أنا مني حامك من شيء، انت ليش لتروح تشتغل؟ بس انا الفكرة اللي كانت في مخي انه انا بدي اعتمد على حالي، بدي اكون انسان مسؤول. هالشي رح يخليكم تحسوا بقيمة المصاري كثير، رح يخليكم مسؤولين اكثر، رح يخليكم دقيقين اكثر ومنضبطين، لكم تكسبوا كثير اصدقاء وكثير معارف في مجالات مختلفة. الاعتماد على الذات في سن كتير صغير رح يساعدك اكثر واكثر تحقق احلامك وتوصل لها بوقت اقصر. كل مرة اكون فيها اقل انتاجية، كل مرة اكون فيها غير منظمة، فلهيك صنعت عادة وقاعدة في حياتي انه اخصص كل يوم 10 دقائق للتنظيف، سواء هالشي لتنظيف شقتي. انتو بتعرفوا انه انا ساكنة لحالي، معتمدة على حالي، فكل شيء يكون علي انا، فخذوا قاعدة 10 دقائق تنظيف افضل من عشرات الساعات في التنظيف، سواء اذا كنتوا عايشين لحالكم في شقة او سواء كنتوا عايشين مع اهلكم. اكيد عندكم غرفتكم الخاصة ولازم انكم تنظفوا المكتب، لازم انكم تنظفوا السرير، لازم انكم تنظفوا الخزانة، لانه المكان المنظم يعطي اول شيء طاقة ايجابية، عكس المكان المهمل والغير منظم رح يشتتكم ورح يلهيكم ورح اصلا ما يعطيكم ولا اي رغبة في الدراسة. العادة الاخيرة اللي خلتني انسانة اجتماعية اكثر وخلتني اتخلص من الخجل تبعي، لسه بتذكر اول يوم وقفت فيه قدام كثير عالم وانا مرتجفة من الخوف ومني قادره احكي ولا كلمتين ورا بعض. شوي شوي مع العمل التطوعي وشوي شوي مع النوادي خلتني انسانة متفتحة اكثر، خلتني انسانة بتعرف تحكي بكل ثقة في النفس. بلشوا انكم تشتركوا في النوادي وتسووا اعمال تطوعية وان كانت مقتصرة على المنطقة تبعكم. انا من الاشياء اللي دمرتني عن جد صحيا ما كنت احضر اكل، انا حدا كتير مشغول بالدراسة فما يكون عندي مثلا وقت انه انا احضر اكل، فبروح للمطاعم وهالشي خلى وزني كثير يزيد، خلاني ما عاد اهتم بصحتي، خلى بشرتي تدم. بس العادة اللي غيرتها واللي ساعدتني اني اكون انسانة افضل انه اجهز اكلي طريقة أسبوعية، يوم الأحد أو السبت اليوم اللي تكون فيها عندي أنا ويكند في الدولة اللي أنا عايشة فيها بروح أجهز أكل أسبوع كامل، رح يخف عليكم كثير من قلق أنا شو رح أكل، أنا ما عندي وقت، كيف رح أذاكر ولازم أكل وما بقى. كل هالتوتر هذا رح ترتاحوا منه وتكونوا فعالين أكثر. guys try to move، حاولوا انكم تتحركوا، كل ما كنتوا فعالين كل ما كنتوا موتيفيتد، لانه الجسم السليم بالنهايه في العقل السليم. وهالشي عندي تجربه شخصيه، انا لما امارس اليوغا بحس انه الضغط والكسل والتوتر الدراسي كله عم يروح، كمان لما اقعد ساعات طويله على الطاوله التشنج هذا كله بيروح مع اليوغا. حسن كتير من طريقه استغلالي للوقت وكمان حفزني وشجعني انه انا اخلص دراستي عبكير، لانه انا هيك منظمه، انا بدرس بعدين اروح اسوي يوغا، فسوي زي البالانس ما بين الجانب الصحي كمان جانب الدراسة.
سو يا جماعه هذا هو كان الفيديو، بتمنى انكم حبيت الفيديو. لا تنسوا كل عاد اللايك والاشتراك والسبسكرايب وكل هاي الاشياء الحلوه، وهلا كلكم اكتبوا لنا عادات غيرت لكم حياتكم كطلاب، لانه انا كمان بستفاد منك، بدي اقرا كل تعليقاتكم مشان كلنا نستفاد من بعض، وافضل تعليق راح احطه بالفيديو الجاي. انا دائما اخذ 3 تعليقات ايجابيه من الفيديوهات السابقه، فاذا بدك يذكر اسمك بالفيديو الجاي اكتب لنا تحت تعليق. شكرا نهيلة من المغرب، برسل لك كثير قبولات، ودكتور زوزو من العراق، ودعاء الجميلة، وانت العسل يا عسل. فائز بسؤال اخر حلقة هو هالتعليق هذا، عن جد انا عندي متابعين عباقرة. هيك بنكون وصلنا نهاية الفيديو، ديروا بالكم على حالكم، احلامكم وقلوبكم، نلتقي ان شاء الله بالفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلامات يا هواب، سلامات.